في سوء فهم الكثير حتى في الوزارة حقيقة وفي كثير من الزملاء طول الوقت وهم بصراحة في مضايقات لابد بنحي إدارة الأمراض الغير السارية من المركز غير أفهم شيني دورها الأمراض غير السارية. المركز الحقيقة في كل فترات دائما يعاني من نوع من التهميش ونوع من نقص الإمكانيات، فعمرنا ما شعرنا بنفسنا عندنا جهوزية كاملة للتصدي لا قدر الله لأي جائحة أو أي وباء. الخبرة موجودة، الأساسيات موجودة، ولكن مش زي ما نبو احنا دائما الإمكانيات ديما ناقصة. الناس تلوم فينا على الربكة اللي حصلت في التطعيمات، مش احنا المسؤولين لا على توريدها ولا على تحديد الأصناف. حقيقة لم يتم أخذ رأينا في الأصناف أو الكميات أو الأنواع اللي جت لليبيا، لكن هذا لم يخرج سابقا للإعلام دكتور. التداخل في إدارة الجائحة أهدر الكثير من الوقت والجهد الحقيقة، ويخليك أنت ماكش عارف شنو الإجراء اللي تتخذه. أنت كجسم متخصص مفروض عندك خطوات 1-2-3 تديرها، تلقى الخطوات هذه سلبها منك جهة تانية ما هي جهة اختصاص هي اللي متوليتها. رئيس حكومة الوحدة الوطنية مؤخرا خرج في بيان وقال أن هناك ميزانية رصدت لمكافحة هذا الوباء قدرت بحوالي 4 مليارات دينار ليبي، ولم يجدوا منها سوى 9 ملايين. وزارة التعليم هي اللي ما زالت تستورد في المشغلات وتصرف للمركز الوطني، يعني شوف الدائرة، وزارة التعليم الغير متخصصة تستورد في المشغلات والمركز الوطني لصميم اختصاص الاختبارات صحة المجتمع نديره في طلبية، وزارة التعليم تعطينا مشغلات باش نشتغلوا احنا يعني.